لا، بل أعطيك معلومة، هنالك رغبات حقيقية نعم بدأت يعني داخل قوى، حتى أكون صريح، قوى الإطار التنسيقي، أنها متخوفة من الوزارات التي يريد أن يستحصل عليها السوداني لنفسه، باعتبار أنه هنالك من طرح فكرة أن ربما تكون هذه مجاملة للصدريين. فإذا أنه قضية الصدر يراهن على المشاركة بالحكومة، أعتقد هذا الموضوع غير مطروح ولن يبقى مطروحا. والصدر حتى سكوته لم يبقى لديه وسيلة أخرى إلا اقتناص فرصة معارضة هذه الحكومة والتحشيد للشارع، وربما هذا الخطر الذي لا يدركه بعض قيادات الإطار التنسيقي التي تعتقد أن الرهان على الشارع انتهى، وعلى أن تأجيج الشارع كان في حسابات أنه لا يمكن عودة تشرين مرة أخرى، وربما يستخدمون لغة التسقيط السياسي بأنه لم يحصل على وزارات وغيرها. لكن اللي قاله دكتور ليث نقطة مهمة، أي حكومة قادمة غير تكون أولوياتها، لا تكون أولوياتها هي 80% الجمهور الصامت والجمهور المتردد ومتطلبات الجمهور، لن تكون حكومة قادرة حتى وإن استمرت سنوات، لكنها سوف تؤسس أو تراكم الإخفاق والفشل. الحل الحقيقي الاستجابة إلى متطلبات الشارع، الحل الحقيقي معرفة أولويات الشارع، خصوصا بكل واقعية. الوفرة المالية موجودة، الدعم الدولي والإقليمي لحكومة السودان موجود، القدرة على أن تكون هنالك وتشخيص للأخطاء موجودة، والقدرة على التعامل مع هذه الأخطاء أيضا مطروحة وأمور واضحة، وننتظر حقيقة ما هي الخطوات الفعلية. ما تملكه الحكومة، لا حد يقول لي عصا سحرية ولا حد يقول لي عصا موسى، لا، تملك عصا سحرية وتملك إدارة الكثير من الملفات، وأولها أؤكد اللي قالها دكتور ليث هي قضية التي تتعلق بحياة المواطن. الآن لا مجال للإخفاق، أقولها بكل صراحة، السيد السوداني بأفقه وحديثه وتدرجه بالمناصب يدرك تماما معاناة المواطن، ويدرك تماما مكان من الخلل، ويدرك تماما أنه الخاصرات الرخوة للفاسدين التي يتغلغل من خلالها إلى مؤسسات الدولة، ولذلك كل أعذار غير مقبولة. لا نقتصر الموضوع بالبرنامج، وإنما نقتصر الموضوع في كيفية إدارة دفة الحكم وتصحيح مسار العلاقة مع الجمهور. هذه هي الأولوية. دكتور